انا لما ابقى في خلاف مع بنتي، طب مين هيبقى جنبها لو انا في خلاف معاها؟ حقيقة ضرب الفنان أحمد سلامة لبنته بسبب ملابسها العارية، والفنان في أحد التصريحات شعرت بغضب كبير بسبب ظهور بنتي بهذا الشكل. أما عن ضربه من أحد الأشخاص في الشارع فده كان رده. تابعونا. أحمد سلامة، إحنا في زمن ماسخ، جهاز بوظ أخلاقنا وعلاقتنا ببعض وأصبح وسيلة للتنمر والإشاعات، عيب اللي بيحصل. قال الفنان أحمد سلامة في إحدى البرامج التلفزيونية إنه قريب جدا من بنته الفنانة سارة سلامة، وإنه عمره ما كان ما بينهم أي خلافات. وحرص أحمد سلامة على التعليق على الأخبار اللي تداولت عن ضربه لبنته النجمة سارة سلامة بسبب صورة قامت بنشرها وهي ترتدي ملابس شفافة ووصفها البعض بالجريئة والمثيرة. وأكد الفنان أحمد سلامة خلال حواره وقال هذه الأخبار غير حقيقية ولم يحدث هذا مطلقا، وقال كمان إن علاقته ببنته جيدة جدا ولم يحدث بينهم أي مشاكل، مشددا على إن بيجمع ما بينهم تفاهم كبير ولم يضربها طوال حياته. بيقولوا إن أنا اتخانقت وضربتها مرة. وأشار الفنان أحمد سلامة في ختام حديثه إلى إن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي في انتشار تلك الشائعات، وإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هم من يساعدون في الترويج لها. وفي وقت سابق كان علق الفنان أحمد سلامة على جلسة تصوير قامت بيها بنته الفنانة سارة سلامة وكانت بتظهر وكأنها حامل، وقال إنه شعر بغضب كبير جدا بسبب ظهور بنته في جلسة التصوير بهذا الشكل الغريب. وأضاف الفنان أحمد سلامة تحدثت بالفعل مع ابنتي وأكدت لها إنه ما كان يجب أن تقوم بالظهور في أحد جلسات التصوير بهذا الشكل، وذلك لأن مثل تلك الأشياء سوف تجعل هناك مجال لظهور الشائعات حولها، وهو الأمر الغير مطلوب وغير محبب بكل تأكيد. وقال كمان إن هناك الكثير من المواقع اللي بترغب دايما في نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، وما قامت به ابنتي سوف يدفعهم لعمل تلك الأخبار والشائعات التي تتحدث عن زواجها سرا وعن حملها، ولكنها كلها أخبار ليس لها أي علاقة بالواقع وليست صحيحة بالمرة، فابنتي لم تتزوج وليست بحامل على الإطلاق. علاقة قريبة جدا وبتاخد رأيي في كل حاجة، وسارة ما بتروحش تتفق على عمل غير لما تسألني تعمل ايه. سارة، الخبرة اللي انا خدتها في حياتي في السنين دي كلها من حق بنتي انها تاخدها. اما عن حقيقة ضربه في الشارع فنفى الفنان احمد سلامة ما اشيع حول ضربه في الشارع، وده على خلفية انتشار صورة لي وهو متورم الوجه. وعلق احمد سلامة على الاشاعة وقال انا ضحكت لما سمعت الكلام ده، الحمد لله كل الناس بتحبني في الشارع. واضاف احمد سلامة أنا تعرضت لبكتيريا شرسة كادت تصل إلى المخ برأي الأطباء، وأجرى لي الطبيب عملية جراحية فورا، وده كان سبب التورم اللي ظهر على وجهي. أما عن حياة الفنان الشخصية فكشف أنه بيعول 9 أبناء، 7 بنات و2 ولدين. وعن ميوله الرياضية ذكر الفنان أحمد سلامة أنه بيشجع نادي الزمالك وبيقف بجانبه ولا يمكن أن يشجع نادي غيره، موضحا انه رغم تشجيعه للزمالك الا انه بيحب النادي الاهلي جدا ولا يكرهه لانه بعيد كل البعد عن التعصب الكروي. قولولنا شايفين كلام الفنان احمد سلامة ازاي، وهل فعلا افعال بنته سارة مثيرة للجدل ولا لا؟